رؤية خطاب تجديدي بفكر مستنير يعيش واقعه ويعمل العقل في فهم النص مع الحفاظ على ثوابت الشرع. رؤية يعيد قراءة النص في ضوء متطلبات وقضايا عصرنا لا قضايا ومتطلبات العصور السابقة. رؤية مستنيرة حول كثير من القضايا الشائكة يصحح كثيرا من المفاهيم الخاطئة. رؤية مع فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. رؤية يوميا في رمضان. كل عام وأنتم بخير.